اللي تبين شخصيتك قوية مي برشا حاجات وانت قلت في حواراتك برشا حاجات عملتهم بعد ما طلبوا هما منك. معناتها مريم ما كانتش شخصيتها بالقوة اللي نتوقعه. مريم كانت تلميذة وفية ونجيبة. أعمل هكا مريم تقولهم أوكي. وقتها اللي كرونيكور يحشموا يخافوا مريم بقلبها تقول أوكي. تصدم ما عندهاش مشكل. معناتها مريم برشا مشاكل صاروا لك كنت أنت أول ضحية فيهم لأنك أنت سمعت كلام اللي يخدموا معك. صحيح ولا غلط؟ وبجاه ربي لا تقول لي بوسيبل بوتيتر. سي بون. صحيح مش غلط. تحب نفسر لك كيفاش بديت الحكايه الكل؟ اي بديت اللي يجيو يحطوك في بلاتو وينجدوك سؤال وانا ما نعرفش اللي فما تشي بو كوبي وتنجم تجاوب كيما تحب انت وما ينجم يحكم عليك حتى حد شنو الريبونس نتاعك. انا لي جاو حطوني في بلاتو قالوا لي تكلم ما باش نجوك سؤال هذايا انت لازمك تجاوب هكا. هكا وي. Eh ben, et j'ai fait ça au début, donc qu'il marionnette. L'in bad walit wahdi wahdi, j'étais pire que. فهمت mais darit fi barsha hkayat. On m'a obligé à dire beaucoup de choses li ana je ne pouvais même pas نقولها حتى كي نبدا معايا ما نعرفش شكون ما نقولهمش. Mais j'étais obligé de le dire, je pensais que c'était ça qu'il fallait انه في التلفزة لازم بتحضر قبل الاسئله. معناتها كنت ماريونيت على عكس ما يظهر انه شخصيتك قويه كنت ماريونيت في الاول. أيه. أما من الآخر لا. في الأول بعد كي فهمت السيستم كيفاش وليت ندافع على روحي. بيه. كي فهمت السيستم سامحني طرت. صحيتك. على خاطر وليت نصول ونجول وحدي ونحكم وحدي وما نحبش شكون يكتب لي مي ريبونس وما نحبش شكون يقول لي أعمل هكا وقول هكا وقول هكا.